فرصة طيبة أجدها فضيلة الدكتور أن نقف مع الصور التي تتكرر في مثل هذه الحالة من كفالة الناس وهم صغار. ما توجيه فضيلتكم لأولئك الذين استغلوا هذه الكفالة بفتح باب الخلوة مع من كفلوهم خاصة النساء؟ هذا كما أشرنا، مسألة الكفالة والإحسان للصغير وتربية الصغير هذا من الإحسان، يعني كفالة الأيتام والإحسان إليهم هذا يعتبر من الإحسان الذي يؤجر عليه الكافل. قد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هذا فيه فضل عظيم، ولكن لا يعني هذا أن المرأة إذا كفلت يتيما وكبر هذا اليتيم أن يكون محرما لها، إلا إذا كانت أرضعته. إذا كانت أرضعته رضاعة محرمة فإنه يكون من محارمها، أما مجرد الكفالة وهو بعيد عنها في النسب فإنه يعتبر أجنبيا. ولها الأجر على كل حال بالإحسان مع النية الصالحة، ولكن ليس هو من محارمها. فالواجب على هؤلاء أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يعتبروا هؤلاء أجانب تتحفظ منهم النساء ولا تخلو معهم ولا تكشف الحجاب عندهم إلى آخر ما يلزم من أحكام. نعم نعم.